السلام عليكم، معك الدكتور محسن من عيادة أندروفيلد من اسطنبول. قبل كم يوم حدثناكم بفيديو مشان مكملات الطبيعي، بعطيك المباشرة عنا من العيادة من أندروفيلد. خبرتي 15 سنة بالانتصاب، سوينا دواء جديد هذا كله ناتشرال أحشاب بيكتر الانتصاب. هل في عنده ضعف الانتصاب؟ فيتو بتوصل معنا بالرقم تنبعت له هالدواء. شو في هالدواء؟ هالدواء في أكتر شيء أرجينين، كارنيتين، ماكا، تريبيلوس وشينكو، وفي فيتامينات كلين. أقل شيء لازم هذا الدواء ينشرب 3 شهور، والست شهور بيصير كويس كتير. كل يوم بعد الأكل بيتاخد حبة. شو بيسوي عندكن هذا؟ هذا مضموم أكتر شيء بدون مضاعفات، بيكتر الطاقة، بيكتر التستوستيرون، بيكتر الباور مشان الضعف الجنسي، وبيكتر الرغبة. بدون مضاعفات فيكن تاخده. الرجال عمره أكتر من فوق 40-45 سنة بالراحة فيتو بيشربه. في مرض سكر، في مرض ضغط، ما في ولا مشاكل. هذا دواء طبيعي، تتواصلوا معنا ونبعث لك، لكن هو تم بخير إن شاء الله. مركز أندروفيلد لصحة الرجال هو العنوان الوحيد لسعادة الرجال.